النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكون بعض الناس إذا صدر الأمر من ولاة الأمور لا يقبله إلا إذا كان الله قد أمر به ورسوله، أقول إن كون بعض الناس يسلك هذا المسلك دليل على قصر علمه بشريعة الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور في غير المعصية من طاعة الله، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بطاعة ولاة أمورنا في غير معصية الله. لسنا نطيع ولاة الأمور إذا أمرونا بشيء وليس من معصية الله، لسنا نريد بذلك مجرد طاعتهم، ولكننا نريد التقرب إلى الله تعالى بطاعتهم. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك، فنحن إنما أطعناهم لأن الله أمرنا بذلك، وإلا فهم بشر مثلنا، لكن جعل الله لهم الحق علينا في ولاية أمرنا.